أنتم في عين المكان بطريق سيار طريق سريع شرق، وين وقعت الحادثة؟ إن انهيار طفيف لفهوة التي قطرها 5 متر وعمقها 2 متر، وفي الحين تكفلت السلطات المحلية وكل الإجراءات اتخذت المادية والبشرية تفاديا لأي طارئ. الحمد لله ما كانش في أي ضرر، وتم تغيير مسار السير، وكانت الأشغال على قدم وساق. الحمد لله هي على وشك الانتهاء، والمسار تحل على بأندفوا مصرين، وإن شاء الله تعاد إلى حالتها الأصلية اليوم إن شاء الله في الليل.